كفر ايفون 15 برو ماكس، هذا مبدد الحرارة اسمه كريو ارمر للايفون 15 برو ماكس، تم الشراء عن طريق امازون. كريو ارمر الحين بركبه على الجهاز ونشوف. هذا يقول نزل درجة حرارة الجهاز. هذا هو الايفون 15 برو ماكس، ما شاء الله تبارك الله يسخن الكفر هذا، يسخن. ركب لي كفر هذا ونشوف. يعطيكم العافية. الممسك مع الجنب يعني مريح. هذا الكفر من الخلف، ركب على الجهاز ونصور لكم ان شاء الله. وهذا هو الكفر بعد ما ركبناه، كريو ارمر. ممسك هنا مريح، بالنسبة لتديد الحرارة بنجرب. يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية. من ضمن الملاحظات على الكفر هذا، كفر المبرد على الجهاز، أن الخطوط الزرق هذه تحتفظ بدرجة الحرارة، تبدد الحرارة. لأني لما أحط هذا في هذا المسكة هذه، لما أشبكها على هنا وأحط أحط المسكة هنا، أحط الجوال كذا مقابل المكيف، ارفع الجو ابعد الجوال عن المكيف، يقعد فتره بعيد عن المكيف، هذا الكفر من ورا بارد، يقعد مثلا تقريبا 5 دقائق بارد. وهذا الكفر من جوانب، مسكته من جوانب مريحه يعني ما يطيح او شيء. المسكه هذه ركبتها خارجيه، والكفر خفيف يعني الجوال عندي وزنه، ما وزن الجوال ما زاد. اهم شيء الوزن ما يكون ثقيل للجهاز ما شاء الله. اهم شيء كمان الشيء الثاني انه يبدد الحراره، فللتصوير راعينا العاب الكفر هذا ما شاء الله راح تدعي لي لو انك تجربه. انا اخذت من امازون ب90 ريال، 91 ريال عروض جمعه بيضاء، سعره في امازون 140 اخذت انا ب91. ما شاء الله تبارك الله، والله رزقنا وياكم باللي فيه الخير. سبيجن ارمر، سبيجن كريو ارمر، بحط لكم ان شاء الله الرابط في الوصف. الله يعطيكم العافيه.